ينضم إلينا من موسكو الدكتور رامي القليوبي الكاتب والباحث السياسي. صباح الخير دكتور رامي. وبعد التحية، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن موسكو مستعدة للتفاوض حول أوكرانيا، لكن مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية. مبدئيا، ماذا نفهم من مثل هذا الكلام، ولماذا يجدد سيرجي لافروف يعني هذه الدعوة؟ الواقع هذا التصريح هو يردد ويكرر ما أكده الجانب الروسي مرارا وتكرارا، أن أي مفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني يجب أن تعقد مع مراعاة المصالح أو الوقائع الجيوسياسية الجديدة، وهي انضمام عدة مناطق في جنوب شرق أوكرانيا إلى السيادة الروسية بموجب استفتاءات تقرير المصير التي أجريت قبل نحو عام وتحل ذكراها الأولى هذه الأيام. وفعليا روسيا تؤكد بذلك على تمسكها بالأقاليم الأوكرانية أو التي باتت روسية الآن بموجب القانون والدستور الروسيين، وبالتالي تجدد تأكيدها على هذا المطلب الرئيسي لعقد أي مفاوضات. إذن هل من الأساس يعني أو من الأساس هل نستطيع القول بأن فكرة التفاوض قائمة في هذه الأزمة حالياً؟ فكرة التفاوض غير قائمة، لأن الجانبين الروسي والأوكراني يضعان شروطا تعجيزية أمام الطرف الآخر. فعندما روسيا تطالب بالاعتراف بسيادتها في مناطق جنوب شرق أوكرانيا، هذا شرط تعجيزي، لأنه ليس من المعتاد أن تعترف دولة بسيادة دولة أخرى على أراضيها، خاصة عندما تعتبر هذه الأراضي محتلة كما ترى كييف الأمر. في المقابل تضع أوكرانيا هي الأخرى شروطا تعجيزية، فترة تسن قانونا يحظر التفاوض مع روسيا طالما الرئيس بوتين في السلطة، رغم أن هذا شأن داخلي روسي لا يجوز ربط مسألة المفاوضات به، وترة أخرى تطالب روسيا قبل بدء المفاوضات بالانسحاب من كامل الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة القرم التي تعد رمزا لهيبة الدولة الروسية ما بعد عام 2014 والولاية الثالثة للرئيس بوتين، وتشكل خطا أحمر بالنسبة إلى روسيا. فطالما كل طرف يضع شروطا تعجيزية أمام الطرف الآخر، لا مجال للحديث عن المفاوضات في الأفق المنظور. نعم، إذا عدنا لكلمة يعني سيرجي لافروف، ما الذي يعنيه بقوله مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض والمصالح الأمنية الروسية؟ هل المقصود الوضع الراهن على خطوط جبهات القتال؟ نعم، هذا هو المقصود في مسألة الحقائق على الأرض. وروسيا أثبتت على مدى الأشهر الأخيرة أن الهجوم الأوكراني المضاد تعثر وفشل، ولم تتمكن القوات الأوكرانية من الاقتراب من أي مدينة استراتيجية في جنوب شرق أوكرانيا. أما بخصوص المصالح الروسية، فالمقصود بها أن جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق هي منطقة للنفوذ الروسي المباشر وليس للنفوذ الغربي، وقد رسمت روسيا مرارا خطوطها الحمر، وهي تتلخص في رفض انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى حلف الناتو. وعندما شعرت روسيا بأن هذا الشرط قد يتم المساس به عن طريق ضم أوكرانيا إلى الناتو، فبدأت أو أطلقت ما أسمته عملية عسكرية خاصة في جنوب شرق البلاد. ولكن على الجانب الآخر، يعني ماذا لدى كييف لتقدمه من أجل التفاوض؟ يعني وهل يمكن أن تقبل يعني دعوة موسكو؟ بالتأكيد كييف لا يمكنها قبول دعوة موسكو بالصورة الحالية، لأن أي رئيس سواء الرئيس الحالي أو الذي يأتي بعده يقبل التفاوض على الأراضي الأوكرانية بموجب القانون الدولي سينظر إليه المجتمع الأوكراني على أنه خائن. لكن في الوقت نفسه يمكن التوصل إلى حل وسط يكون أشبه بنموذج شمال قبرص، أي لا تعترف أوكرانيا بالسيادة الروسية في المناطق الشرقية، ولكن ألا تسعى في الوقت نفسه لاستردادها بالقوة وتجميد النزاع وترك تسويته النهائية لسنوات وربما العقود والأجيال القادمة.
على الأرض فعليا المعارك ما زالت مشتعلة دكتور رامي على خطوط القتال خصوصا في البحر الأسود، إلى أي مدى أو إلى أي حد امتداد التوتر إلى البحر الأسود يرفع من منسوب التوتر بين موسكو والغرب؟ يعني في الواقع التوتر بين روسيا والغرب بلغ ذروته منذ الأيام الأولى والأشهر الأولى من الحرب المفتوحة في أوكرانيا، فلم يعد هناك مجال لرفعه كثيرا. ولكن بكل تأكيد روسيا ترى أن الدعم الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا لشن هجمات في المياه الإقليمية الروسية أو في شبه جزيرة القرم لا يؤدي أو إلا انفراج في الأزمة ولا يقرب موعد عقد المفاوضات. نعم، إذا بالأمس أيضا اتهمت ماريا زاخاروفا كل من واشنطن ولندن بالتورط في هجوم سيفاستوبول، بأن الهجوم تم التخطيط له مسبقا باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية. هل يمكن أن ينزلق الوضع إلى ما يخشى منه الجميع من مواجهة بين روسيا والغرب فعليا؟ المواجهة فعليا مستمرة ولكن بشكل غير مباشر في إطار ما يعرف بالحرب بالوكالة، أي أن الدول الغربية تقدم دعما عسكريا واستخباراتيا ولوجستيا وماليا لأوكرانيا ولكن من دون المشاركة في النزاع بشكل مباشر. وهذا يؤكد مرة أخرى أن دروس أزمة الصواريخ الكوبية في الكاريبي إن كان على عتبة أو على حافة حرب نووية في عام 1962 لا تزال راسخة في عقول الحكام البيت الأبيض والكريملين على حد سواء، وأنهم يتجنبون الوصول إلى الصدام المباشر الحقيقي. وهل استمرار إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا يهدف إلى زيادة أمد الصراع؟ إرسال هذه الأسلحة إلى أوكرانيا يهدف إلى إضعاف روسيا واستنزافها، لأن فعليا الآن حتى الآن الاقتصاد الروسي متماسك وأظهر صمودا كبيرا في وجه العقوبات. كذلك على الصعيد السياسي لا تزال السلطة قادرة على ضبط الأمور، وهناك نسب عالية لتأييد السلطة وهي قادرة على إقناع الرأي العام عبر الدعاية التلفزيونية بأن الحرب ضرورية وأنها تأتي من أجل وجود روسيا ومن أجل الحفاظ على القيم الأرثوذكسية المحافظة وما إلى ذلك. لكن الغرب يعتبر أنه في حال طال أمد الصراع فهذا سيؤدي إلى تغيير مزاج الرأي العام في الداخل الروسي، فسيبدأ بالضغط على السلطة حتى تنهي الحرب، لأن الغرب يدرك أن قوة عظمى مثل روسيا لا يمكن إلحاق هزيمة بها عسكريا ولكن يمكن إضعافها من الداخل. وهذا فعليا ما حدث في تسعينيات القرن الماضي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي إن كانت روسيا فعليا دولة تابعة للغرب. إذن أخيرا دكتور رامي، يعني قال المتحدث باسم القوات في الشرق إن القوات الأوكرانية أحرزت بالفعل نجاحا في القرى القريبة من بخموت، وأيضا قال المتحدث باسم القوات في الجنوب إن القوات الأوكرانية تتخذ مواقع حصينة وتستعد للزحف صوب بحر أزوف. هل هناك تضارب بشأن تصريحات المسؤولين الأوكرانيين بالنسبة لروسيا، وتحديدا لأنهم أيضا كانوا يتحدثون عن يعني تقدم بطيء؟ لا تضارب في التصريحات، وأعتقد الكلمة الرئيسية في الجملة التي ذكرتها هي كرة. صحيح أوكرانيا قادرة على إحكام السيطرة على بعض القرى والبلدات الصغيرة ولكنها عاجزة حتى من الاقتراب من أي مدينة استراتيجية مثل ميليتوبل أو بيرجانسك أو ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا. وبخموت لا معنى استراتيجيا لها، بل لها رمزية كبرى لأنها على مدى أشهر طويلة كانت ساحة للمعارك بين قوات مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة قبل انفصاله عن الدولة الروسية والقوات الأوكرانية، ولذلك رفع اسمها كثيرا في الإعلام الدولي والعالمي وأصبحت لها رمزية بلا معنى استراتيجي. إذن من موسكو دكتور رامي القليوبي الكاتب والباحث السياسي، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. شكرا لك.